السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا عيال؟ عاملين ايه؟ بغض النظر عن الطرحة المبهدلة، احنا كده كده مش فارقة معانا الطرحة دلوقتي، تمام؟ أول حاجة أنا مش قادرة أصدق قد ايه الخلفية دي عجبتكم، يعني أنا مش مصدقة. اللي متابعيني طبعا عارفين إن أنا كرورو بزهق بسرعة، وكل فترة لازم أغير الخلفية، لازم، أنا بزهق. فاهمين؟ حتى طرحة، يعني عمري ما كان في طرحة هي دي لفة طرحة رورو، دايما تلاقوني بغير في لفة الطرح، ما بثبتش على حاجة أبدا، يعني بزهق بسرعة. بس كمية التعليقات اللي جت على الخلفية مش طبيعية، يعني انتوا حببتوني فيها رغم ان انا كان بالنسبة لي يعني هو مجرد تغيير. يعني كان الفيديو اللي فات فيديو مشتريات، لو ما اتفرجتيش عليه لازم تروحي تتفرجي عليه، ان الفيديو المشتريات اللي فات كان جميل جدا بصراحة. فقلت ما فيهوش ميك اب وكده، فالف الكام، يعني انا المفروض بقعد كده، بيبقى وانا بصور الميك اب بقعد كده، بيبقى المرايه دي هي اللي في وشي، فقلت انا الف الكاميرا كده، احنا مش محتاجين بقى المرايه وكده. بس يعني كميه التعليقات اللي جت كانت فظيعه، فقررت ان انا اعملها لكم خلفيه وانتوا بس تأمروا كده، تمام؟ فيديو النهارده فيديو شقلباظات. بما ان احنا جالنا باليت اي شادو جديده وكلها الوان مجنونه، فانا قررت ان احنا نعمل النهارده برضو ميك اب لوك مجنون شويه، فكفايه رغي بقى ويلا بينا ندخل على الميك اب لوك على طول. تعالوا اعرفكم اول حاجه على بطل الحلقه النهارده، بينك بانثر يا ولاد، هو بطل حلقتنا النهارده. بس هما ولادي بوظوا شنبه عادي جدا، اقل حاجه يعني، تمام كده، كويس ان هو لسه عايش. فالنهاردة البالت بتاعتنا اللي هنتكلم عنها هي بالت بينك بانسر من مايت سينما. على فكرة انا بينك بانسر من اكتر شخصيات الكرتون اللي انا بحبها، دفع دفع فعلا انا بحب بينك بانسر جدا جدا، يعني من اكتر شخصيات الكرتون اللي انا بحبها. لو عايزين تعرفوا حاجات تافهة اكتر عني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، نعمل فيديو عني لو عايزين تعرفوا بقى عني حاجات كده زي كده، تمام؟ زي ما شفتوا طبعا باليت بينك بانسر من مايت سينما هي الباليت بتاعتنا النهارده اللي هنتكلم عليها. طبعا الباليت هنستخدمها دلوقتي وهنعمل بيها اللوك اللي هنعمله، وفي اخر الفيديو هكلمكم عليها كامله وهقول لكم رايي فيها بمنتهى الصراحه في اخر الفيديو، تمام كده؟ يلا بينا نبتدي عشان الفيديو ما يطولش مننا كالعاده. طب بصوا، بدايه انا ربطت الطرح لورا، عملتها في يونكا عشان انا اتنرفزت، كل شويه عماله تتزحلق، من نوع الطرح اللي بتتزحلق جامد فنرفزتني، تمام؟ فربطتها لورا، اوكي؟ تعالوا بقى نبتدي. اول حاجه هستخدمها هي البيبي سكين. مش هحط البيبي سكين على كل وشي لانه بيدهن وشي جامد الصراحه، فانا هحطه على المناطق اللي فيها بس مسام وهتطول جوه كده. طبعا زي ما انتم شايفين يعني حاجه واضحه ووضوح، سوري، طبعا زي ما انتم شايفين حاجة واضحة ووضوح الشمس، يعني لو الشمس غايبة هي واضحة. الهالات رجعت تاني يا جماعة، الهالات رجعت تاني. عايزة اقول لكم ان نومي زي الزفت، نومي وحش جدا جدا ومش عارفة اظبطه خالص. تاني حاجة ان انا بطلت بقالي فترة كبيرة مستخدمش الكريم اللي انا كنت قايلة لكم عليه في الفيديو اللي انا قلت لكم ازاي الهالات كانت راحت من عندي. اللي متفرجش على الفيديو ده فايتكم نص عمركم، يعني هسيب لكم لينك الفيديو تحت، روحوا شوفوا ازاي انا قللت الهالات من عندي جامد جدا، ومن غير اي وصفات ومن غير اي حاجات من دي، هسيب لكم لينك الفيديو تحت. ولكن انا بستخدم نوع كريم تاني حاليا، الحمد لله، بلح بلح. ده انا مجهزه لكم حته ريفيو يعني رائع رائع، هتتصدموا كلكم الحقيقه. المهم بعد كده طبعا انا مش هعمل كوريكتور، ليه؟ لان انا اوريدي عايزه النهارده اغمق نفسي شويه، فهستخدم اوريدي فاونديشن غامق هكنسل بيه كل حاجه. فانا هستخدم الفاونديشن بتاع الاير لاجيرل يعني، ماشي. الدرجه دي اسمها وورم بيج، الدرجه دي غامقه عليا جدا، يعني عايزه اقول لكم ان هي اغمق من بتاعه اوفيس. اللي اتفرج على فيديو او ريفيو فاونديشن اوفيس هيعرف ان هو كان غامق عليا، عايزه اقول لكم ان ده اغمق منه، تمام؟ فانا هحط عليه بامب صغيره، فانا هستخدم دوت وهحط عليه بامب صغيره من بتاع داون، لان بتاع داون ده فاتح عليا جدا، فهحط بامب صغيره على دوت وهستخدمه على وشي. وممكن على فكره يا بنات استخدم دوت على طول في المناطق اللي انا عايزه اكنسلها، يعني ممكن استخدم لاجيرل على طول تحت العين وهنا اعمله ككوريكتور وهخلط بقى زوان مع باقي وشي. تعالوا نشوف، عارفين بقى تعالوا نشوف.
بصوا غامق ازاي. هستخدم الكونسيلر بتاع فيتمي درجة 20. بعدين هستخدم في الكونتور البالت ديت، دي بالت كونتور من كوستال سنت. البالت دي على فكرة من احلى باليتات من احلى باليتات الكونتور اللي ممكن تستخدموها في حياتكم. حلوه جدا، الوانها مش موجوده في اي باليت، خاصه اللون الغامق واللون الابيض. ولكن هي المشكله بصراحه ان هي مش متوفره في جروبات كتير، بس انا هسيب لكم لينك الجروب اللي انا كنت جايباه منها. تمام، هاخد اللون ده الغامق ده، هو لونه على هافون. خلصت الكونتور كده يا بنات، بس قبل ما اثبت حاسه ان انا عايزه اعمل تنوير اكتر من كده، فهستخدم الكونسيلر بتاع ايسنس هنا كده. بس صدقني شويه وبالبيوتي بلندر هتأكد ان مفيش اي خطوط تحت العين، وهثبت باللوس باودر دي من مارك من ايفون. وبعدين بقيت هثبت بقيه وشي كله باللوس باودر من لو مارسييه بالفرشه الحلوه دي من الطقم اللي كنت الجديد اللي هو البينك. قلت لكم الفرشة دي من احلى فرش البودر الصراحة اللي جاتلي. دي عايزة اعمل الوش شوية منور شوية، تمام، منور قصدي تاني شوية. تمام، فهستخدم الباليت دي من ويت ان وايلد المتفشفشة دي. عيني البندانة يا عيني ماتت ماتت يا جماعة ماتت، لا اله الا الله. هستخدم النهاردة باليت بلاشر انا بحبها جدا، بس بقالي كتير جدا ما استخدمتهاش. هي باليت البلاشر رقم دي من ام ام من ام ام من ام ام. بصوا دي درجاتها، من اكتر البلاتات اللي انا بحبها. هستخدم اللون ده جميلة جميلة صراحة، كل باليتات البلاش بتاعت ام ان جميلة حقيقي يعني. هرش على وشي فيكس ده، مرشش عليا.
صراحة بنت الحتة دي ما اتصورتش. انا اسفة، ما قلت يعني الحتة اللي انا بقول لكم فيها الهايلايتر اللي بستخدمه، انا هنا بستخدم الهايلايتر بتاع اللي هو مايت سينما، باليت مايت سينما، بستخدم الدرجة الجولد مع الدرجة النحاسي واخلطهم مع بعض وبستخدمهم زي ما انتوا شايفين. هنيجي بقى دلوقتي يا بنات للحواجب. هستخدم لحواجبي القلم ده من ايسنس، اسمه دارك شوكليت 07. تمام. كان في بنات بتسألني دايما على الفرشة دي. الفرشة دي يا بنات كانت من طقم العيون اللي هو البينك اللي عندي ده، البينك الفاتح اللي اسمه مانج. الماركة دي مشهورة يعني، حلوة قوي في فرش العيون بصراحة. هو طقم على بعضه، والطقم ده على فكرة هتلاقوه دلوقتي متوفر في صفحة الدكان، هسيب لكم اللينك تحت. يعني عملت حواجبي ورجعت لكم. بصوا بقى، النهارده هنعمل حاجه شويه غريبه، مش غريبه قوي يعني، بس بقالنا كتير ما عملناش حاجه زي كده. هحط بيز ابيض لعيني، مش بيج، تمام، عشان انا هحط لون فاتح، فعايزه اللون يبقى قوي، فهحط بيز ابيض. اول حاجه هعملها بنات من الباليت ديت، تمام. واول حاجه هقولها لكم انه انا ما استخدمتش الباليت، يعني دي اول تعليق على الباليت. بصوا انا لسه ما استخدمتهاش، والباليت مكسوره او اتكسرت يعني، تمام. فاول حاجه انا هاخد الفرشه دي من نفس الطقم بتاع مانج اللي بقول لكم عليه، دي فرشه فلافي كبيره، ماشي. وهاخد اللون الابيض من الباليت دي وهثبت بيه اللون الابيض اللي انا عملته. اول تعليقه على البلد دي ريحتها جباره جباره، مش يعني هي مش وحشه، الريحه نفسها مش وحشه، بالعكس هي ريحتها صابون كده جميل قوي، تحسي انتي داخله تغسلي ايدك بالصابون عادي، ريحه جميله. بس يعني انا عن نفسي ما بحبش هذه الروائح الاوفر في الحاجات اللي تخص العين بالذات، يعني خاصه الحاجات اللي تخص العين، لان في ناس عينيها زي كده بتدمع وبتتحسس من اي حاجه ليها ريحه قويه. يعني عايزه اقول لكم ان انا لما بحط ماسك في وشي ليه ريحه قويه، عيني بتفضل تدمع تدميع مش طبيعي، انتوا متخيلين؟ بما ان اوريدي البلت مكسوره، فانا هستخدم بقى جزء لوحده جزء لوحده. هاخد فرشه انجل اهي، بصوا انجل صغنونه كده، وهاخد افتح لون في البلت اللي هو اللون ده، هاخد منه حاجة بسيطة، مش هاخد منه كتير، انا هستخدمه بس ايه، هعمل جايد لاين الاول للميك اب اللي انا عايزه اعمله. زي ما قلت لكم، من اكتر الحاجات اللي انا بكرهها ان يكون باليت الايشادو ما فيهاش مرايه. انا بحب باليت الايشادو يبقى فيها مرايه عشان اقدر استخدمها وانا شغاله، فطبعا باليت دي ما فيهاش مرايه. عمل خط ايلاينر ماشي عند الحواجب كده. بعدين منه هدخل على جوه كده فوق كسرة العين. تمام. بصوا انا واخده القلم ده من ايفون، اسمه كولر ترند، ودرجته اسمها درجته مش عارفه، بس هو الدرجه دي، وهو ماشيه جوه الشكل اللي انا ايه رسمته. وبعدين هاخد فرشه فلافي مبططه كده شويه، وهاخد نفس اللون اللي انا استخدمته كجايد لاين في الاول خالص اللي هو اللون ده، تمام، وهطبطبه على القلم الكريمي اللي انا حطيته اهو. بصوا هما اللونين مختلفين، بس الحقيقه ان انا ما لقيتش عندي نفس درجه الاي شادو دي كبيس، فاستخدمت اي حاجه قريبه يعني. زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وبعدين هاخد الفرشه الصغنونه قوي اللي انا كنت كلمتكم عليها في البلد في الفيديو بتاع اللي هو فيديو ميك اب العروسه ده،
هاخد بيه نفس اللون الابيض اللي انا استخدمته في الاول خالص، وهبتدي ادمج طروف اللون ده في مكانه، طروف اللون اللبني في مكانه. تمام، اللوك ده كانت لسه شوية من قريب عاملاه حنان نجادة، اكيد كلكم عارفين حنان نجادة، كانت عاملاه لايف على انستجرام مع اختلاف الالوان. يعني طبعا هي كانت عامله لون مخضر شويه، لكن اللون اللي انا بستخدمه ده لبني صريح. دلوقتي وقت الايلاينر، هحط ايلاينر، هستخدم الايلاينر بتاع لوريال بعد ما عملت الايلاينر ركبت رموش طويله وكثيفه شويه، وطويله من ورا وقصيره من قدام. لما حنان نجاد عملت الميك اب لوك دوت، ركبت 3 رموش فوق بعض، يعني ما شاء الله ركبت 3 رموش فوق بعض. فانا بصراحه مش هركب 3 رموش فوق بعض، فاكتفيت ان انا اركب رموش واحده طويله وكثيفه وقصيره زي ما هي قالت، قصيره من قدام وطويله من ورا عشان تبين سحبه اللوك. تمام كده، يعني في خطوتين حنان نجاده عملتهم بعد ما عملت اللوك فوق العين. اول حاجه هي الاول يعني كانت عامله كده وحطت رموش، حطت ماسكارا في رموش السفريه ووقفت اللوك على كده، وبعد كده راحت مغيره، حاطه كحل ابيض جوه العين واي شادو اصفر، اي شادو شويه مصفر تحت العين. فتعالوا نكمل اللوك زي ما عملته للنهايه. انا عندي اللي هو الكحل الابيض بتاع ان واي اكس اللي هو الجامبو، ماشي، هحطه جوه العين ومش هجيبه لقدام، هحطه في العين بس كده. سوق ده من احلى انواع الكحل اللي ممكن تحطيه، هو صحيح غالي بس هو من احلى انواع الكحل اللي ممكن تحطيها في عينك. بصوا من مره واحده عمل خط على طول يعني بصراحه. نرجع للباليت تاني، هاخد منها اللون اللي هو ده اللي هو الاصفر الكركمي ده شويه، وهبتدي احطه بفرشه فلات تحت العين. غلسه قوي موضوع ان ما فيهاش مرايه، ده غلسه. هنيجي للروج بنات، انا استخدمت الاتنين دول، حددت شفايفي بالقلم دوت من بونجور، ده قلم كده كان عندي مش عارفة فين مصدره يعني، بس اللي هو يعني حلو جدا وطري ولونه حلو قوي. واستخدمت القلم دوت برضو ممسوح عليه اي كلام، بس هو لونه حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، من الاقلام اللي عندي بقالها كتير يعني. وهو ده كده اللوك. عايزه اقول لكم ان اللوك دوت مش بس عجبني لما حنان نجاد عملت، طبعا هو يعني اصلا اللون الاصفر مش باين قوي والرموش مختلفه عن بتاعت حنان، بس يعني ما مش لازم اعمل اللوك زي ما هو بالظبط، لازم انا ايه اجود من عندي، ده اول حاجه. تاني حاجه كانت يويو اختي عم منشنالي على اللوك دوت او الشكل البنوته الكرتون ديت، وهي عملت وقالت لي اعمله يعني زيها، تحدي يعني تشالنج، فانا قلت اوكي يلا الاثنين مع بعض في فيديو واحد. فانا عملته، هحط الصور وانتوا قولوا لي اقراكم رأوكم. هغير بس الطرحه ونرجع نتكلم عن الباليت. تعالوا بقى يا حلوين نتكلم عن الباليت. اول حاجه اتكلم عليها على الباليت، الباكجنج بتاعها سيء جدا جدا. يعني من بره اوكي هو شكله كيوت، بس ال 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 تحس ان هو رخيص، يعني فاهمين قصدي، تحس ان هي الباكجينج مسترخصين فيها وواضح جدا اهو. تمام، تاني حاجه من جوه، ريحتها رهيبه، ريحتها جامده يعني، اول ما تفتحيها كده ريحتها تعب. في بنات بتحب كده، انا ما بحبش كده، وزي ما قلت ده لان في ناس كتير عندهم حساسيه اوريدي على عينيهم، ما يستحملوش الريحه الجامده دي على العين. تمام، نيجي بعد كده للالوان جوه الباليت. الالوان جوه الباليت حلوه جدا طبعا، الوان متنوعه فوق الخيال يعني، فيها تقريبا كل الالوان، ولكن فيها الوان
طبشوريه، يعني عامله زي الطباشير شويه، يعني زي مثلا اللون الابيض، اللون الابيض ده طباشير في نفسه جدا جدا يعني بصراحه. ففي كام لون كده طبشوريين، وفي كام لون مش اقوياء، يعني مثلا اللون الاصفر اللي انا حطيته تحت العين، يعني بصوا لازم اعمل ايه عشان تشوفوه، ضعيف شويه. تمام، انا جربتش كل الالوان عشان ما اكذبش عليكم، ولكن مثلا اللون الازرق اللي انا جربته حلو جدا شغال. اللون الالوان البنيات جربت منهم برضو حلوين قوي، اللون الاورنج التوبي ده حلو قوي. ففي الوان فيها حلوه جدا. انا قلت لك عيوب بالباليت ومميزاتها، ان هي طبعا فيها الوان مش موجوده في اي باليت تانية، فيها 70 لون، انت متخيله يعني تقريبا فيها كل لون وتدرجاته بالالوان الشمر اللي فيه، فعايزاها تبقى موجوده عندك كتستعيني بيها يعني في الالوان المطرقعه شويه، ان ما تكوني عايزه تعملي لوك مطرقع شويه. بس لازم تحطي تحتيه بيز قوي علشان يظهر اللون، زي اللون اللي انا حطيته لازم تحطي بيز فاتح وقوي عشان يظهر الالوان. تمام، غير كده انك تعتمدي عليها كاعتماد كامل، يعني انا يعني مش عارفه، مش بصراحه ما حصلش بيني وبين البلد دي كوميونيتي كده وحبيتها قوي بصراحه، يعني انتوا عارفيني انا بيظهر على وشي جامد وانا بشتغل في الحاجه او كده، مش معنى كده ان انا مش هستخدمها، هستخدمها ولكن هي مش من مفضلاتي، خاصة في موضوع الريحة اللي قلت لكم عليه قوي زيادة عن اللزوم، يمكن اقوى من البلتات التانية كمان. تمام، غير كده الالوان اللي فيها حلوة شغالة، يعني مش عايزة ارغي اكتر من كده. يا رب يكون اللوك عجبكم. وطبعا البلت ديت من عند صفحة يلا شوبينج اللي احنا بنتكلم عليها كتير جدا الفترة الاخيرة، هسيب لكم لينك الصفحة تحت، وهي اسعارها بصراحة حلوة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتدعموني وتشيروا الفيديو، تابعوني على الانستغرام. باي باي.